السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل دروس بايثون مع بعض إن شاء الله، وهنكمل على المثال اللي فات ونحاول نرسم دايرة فوق المربع اللي احنا رسمناه باستخدام نفس الكود اللي فات. طيب أنا عندي الكود موجود هنا أهو، خلاص كل اللي أنا هاجي أعمله أنا هعمل أوبجكت تاني أنشئه من الكلاس. طبعا الويندو ده أوبجكت، البريت ده أوبجكت. طيب أنا هاجي هنا أنشئ أوبجكت، خلاص داخل الفانكشن بتاعتي اسميه مثلا اكس، اقول له ايكوال تيرتل دوت تيرتل. يعني كده انا انشات انستنس اوبجكت من الكلاس بتاعي. طيب كل اللي انا هاجي اعمله انا هاجي اقول له خلي لي الاكس ده بقى دوت تيرتل، نخليها المره دي بقى او دوت شيب بقى، خليها شيب، نخليها ارو سا، وبعد كده هقول له اكس دوت كلر اللون بتاعها نخليه بلو، واقول له اكس دوت تمشي بقى مش فورورد، هقول له سيركل في شكل دايره سيركل 100%. تعالوا نعمل سيف كده ونرن. تاني كده يا شباب، اهو نعمل سيف ونرن. يبقى انا كده عملت، احنا ممكن نعمل اشكال كتيره جدا 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 باستخدام التيرتل. ماشي، يبقى انا كده عملت شكلين داخل الفانكشن بتاعتي. طبعا دي بقى ممكن نغيرها من سكوير نخليها درو شيبس، وتحت نغير اسمها برضو عشان ما يدنيش ايرور. المنظر ده نعمل سيف. ماشي، تمام، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.